خلينا نروح لمداخلة مهمة، يعني واحد من اللي كانوا في الجهاز الفني وقتها عبر زوم، المدرب العام كيفن جونسون، كان وقتها المدرب العام اللي كان في جهاز بيتسو موسيماني. مساء الخير مستر كيفن. Good evening, Osama. Assalamu alaikum to all the Al Ahly fans and happy Al Qadia Mumkin Day. أهلا بك يا أسامة، وكل سنة والقضية ممكن بخير، ومحدش يقدر ينسى الليلة دي. 12 years ago in 2020 في 2020 كانت ليلة ما تتنسيش. أنا كنت إحنا جبنا الكاس لجمهور النادي الأهلي، وكان ده الأهم، كمان الكابتن بيبو، وده كان مهم عندنا. مستر كيفن، انت جيت بالظبط يوم 5/10، انضميت مؤخرا لجهاز بيتسو موسيماني، يعني جيت متأخر. توقعت انك انت في الوقت القصير ده في خلال شهر ونص انك تتوج ببطولة افريقيا وامام كمان نادي الزمالك؟ أسامة، أنا جيت الأهلي متأخر فعلا، لكن إحنا كنا واثقين من نفسنا، وكنت أول مدرب مع بيتسو إن أنا نكسب الأهلي في دوري الأبطال قبل كده. لكن لما جيت النادي الأهلي وفضلت أتابع من وقتها النادي الأهلي، وكنا عارفين إن الأهلي هيبقى فريق قوي جدا، وقبل أيام قليلة في معسكر النادي الأهلي عرفت اللاعبين، عرفت إن هم لعيبة جامدين جدا، عرفت إن هم عقلياتهم قوية جدا. وكان ريني فايلر المدرب قبلنا، وبندي له حقه، وبندي بيتسو موسيماني حقه، لأن هما اللي جهزوا التيم ده في هذا التوقيت. لكن وكمان لازم ندي حق الإدارة، الستاف اللي خلف الكواليس، سيد عبد الحفيظ اللي كان مدير الفريق في هذا التوقيت. خاصة يعني قبل المباراه دي بيحصل حوار ما بين الجهاز الفني في بعض الصعوبات اللي بتواجهكم، كان وقتها كمان مشكله كورونا واستبعاد بعض اللاعبين. عايز اهم الاحداث اللي دارت في المعسكر الاهلاوي وقتها قبل المباراه بيومين ثلاثه. يس نعم اسامه، انت اكيد عارف ان انت تروح المباراه زي دي، وكان في وقت وجود الكورونا كان دايما في صعود وهبوط للامور، تبقى في الموضوع ما بيكونش سهل، في تنشن كبير، في عصبيه كبيره، لان احنا معتمدين على الجانب الطبي للعيبه، وبنحاول احنا قبلها في 48 ساعه بنقول لكل اللعيبه خلوا بالكم من نفسكم، كل واحد يحافظ على نفسه، احنا محتاجين كل اللعيبه. في المختار التتش قبل المباراة 48 ساعة قبل المباراة، كابتن بيبو كان حريص على زيارة الفريق، وده أكتر حاجة أنا فاكرها، وكان له كلام وله تأثير. كان التشكيل محسوم وقتها مستر كيفن، ولا كان في اختلاف في وجهات النظر؟ يعني التشكيلة وقتها كانت معروفة، لكن كجهاز فني بقى كنتوا متفقين على التشكيلة، ولا كان في بعض اللاعبين لا ممكن نبدأ النهاردة بفلان، ممكن لا ده فلان ده ممكن يكون موجود معانا كبديل، ولا كانت الأمور محسومة؟ The starting 11 was not changed. احنا كنا حاسمين التشكيل من بدري يا أسامة. ما غيرناش حاجة، احنا كنا عارفين هندخل المباراة ازاي. كان سر، ما كناش قايلين مين اللي هيلعب، لكن احنا ما غيرناش التشكيل، كنا عارفين تشكيلنا. قاتل هدف عن طريق القاضي، عن طريق محمد مجدي قفشة. اسمعني يا أسامة، احنا لما لعبنا الزمالك احنا لعبنا مباراة كبيرة جدا، شيكابالا سجل جول، لكن احنا كنا عارفين ان احنا هنجيب جول. قفشة هو لعب الكورة برجله اليمين
في المقص هو كان عارف، هو كان جاي من ناحية الشمال وكان عارف انه بيدخل في النقطة دي. حسين الشحات بيبقى فيه تبادل مراكز عشان يدي مساحة لقفشة انه يدخل في مكان رقم 10 علشان يسجل. انا فاكر الجول كانه دلوقتي، انا كاني شايف الجول وانا بكلمك. هو خد الكرة شاط على مرمى نادي الزمالك، قدر انه يسجل، كان فينش ممتاز جدا، خدع كمان حارس مرمى نادي الزمالك. كانت ليلة 27 وكانت في الدقيقة 85 ان قفشة يسجل الهدف. دي حاجة انا عمري ما انساها وكأني شايفها وانا بكلمك. احتفلت باللقب ازاي وقتها؟ احتفالاتي انا، احنا احتفلنا احتفال سحري. انا فاكر، ولو انا فاكر كويس، احنا حتى البدلة كانوا بيعيطوا في المباراة دي، بيتسو نفسه كان بيجري في كل حتة حوالينا، كانت احتفالات، وكان بنشوف كابتن بيبو فين علشان عاوزينه يحتفل معانا. انا فاكر كمان ان انا كنت بحتفل مع اللاعبين في هذا التوقيت، كمان مع سامي قمصان. احنا كانت احتفالاتنا احتفالات سحرية، كان بالنسبة لنا احضان ما بين الجهاز الفني ما بين اللاعبين. كنا منتظرين ان احنا كمان نحتفل مع كابتن بيبو بكاس دوري ابطال افريقيا، كمان مع النادي الاهلي كنا حابين ان احنا نحتفل مع الجماهير. الحوار اللي دار ما بينك وبين العريس في اليوم ده، محمد مجدي قفشة صاحب هدف القاضية، الحوار ايه كان ايه؟ كنت بتكلم مع قفشة وما بيتكلمش انجليزي كويس قوي. انا قلت له انا ما اعرفكش بقالي كتير يا قفشة، لكن انا شفتك انت لعيب كوره كويس، وسامي قمصان هو اللي كان بيترجم بيني وبينك. وانا قلت لك ان انت في بعض الاوقات في التمرين بتبقى امور تكتيكيه احنا لما بنتكلم معاك فيها، ان انت تشوط من بره منطقه الجزاء، انت عملتها في التمرين وكمان عملتها في الماتش. اصدقائك بقى في جنوب افريقيا اكيد فاكرين ماتش القاضية، لما بتتكلموا عن المباراة دي وعن النهائي ده بتقولوا ايه؟ ده كان ناس كتير جدا في جنوب افريقيا، والناس في جنوب افريقيا فاكرين دايما الاهلي، وفاكرين سان داونز، ان الاهلي وسان داونز فرقتين كبار، لكن الاهلي هو اللي بيكسب دوري الابطال. ودايما كانوا على طول بيسالوا ويتكلموا في الموضوع ده. الاهلي بيقولوا، الاهلي، هل الاهلي اللي اتغلب من سان داونز هو اللي يقدر يعمل التحول الكبير ده ويقدر يكسب كل البطولات الافريقيه المتتاليه؟ احنا كسبنا البطوله في دولتي جنوب افريقيا، كانوا فخورين بده. لو طلبت منك يعني تسجل شهادتك للتاريخ، يعني في جملة واحدة تقولها عن نهائي القاضية، ممكن يقول ايه كيفن عن نهائي القاضية؟ وان انا اشتغلت ضمن الجهاز الفني للنادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا كيفن جونسون، المدرب العام في جهاز بيتسو موسيماني الحاصل على بطولة أفريقيا عن طريق القضية. ممكن نشكرك شكرا جزيلا.